السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دايما الهام شانيل. جسبا إن شاء الله تكونوا كاملين وكملات بألف خير وصحة. فيديو اليوم غتكون وصفة مختصة بالشعر والتخلص من الشعر العانة والجسم ديالنا بصفة عامة، وهذه غتكون ثالث وصفة بخصوص شهر رمضان المبارك السعيد. وكنت قدمت لكم جوج ديال الوصفات سابقا في القناة ديالي دائما الهام شانيل، ونالوا العديد 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 من السيدات الإعجاب ديالهم. فيربي حتى هذه وصفتنا الإعجاب ديالكم، أهم شيء هو أنكم تجربوها وتردوا علينا ديما في خانة التعليقات. أنا ديما وأبدا إن شاء الله دائما وأبدا غادي نبقى نرحب بتعليقاتكم واقتراحاتكم في خانة التعليقات. أي استفسار أي سؤال فغين فوا إن فوا تكتبوه لي أكيد أنا غادي نجاوبكم، وإن شاء الله نجاوب العديد منكم ونجاوب إن شاء الله كمية كثيرة من التعليقات. ودابا قبل كل شيء البنات ما تنساوش انكم تعملوا بوز للفيديو، تهبطوا تحت من القناه تكبسوا او تضغطوا على كبسه الاشتراك الموجوده تحت من القناه باللون الاحمر حتى تولي باللون الرمادي، اي تكبسوا عليها او تبركوا عليها حتى تولي باللون الرمادي. ايضا تضغطوا على الزر المجاور لها اللي هو زر الجرس كم ستوصلوا بكل ما هو جديد وبكل ما هو اشعار للفيديوهات ديالي. وفوالا البنات، وايضا تعملوا لايك للفيديو كم ستزيدوا تحفزوني على المزيد من التقدم والنجاح في القناه ديالي اكيد. وكنرحب تعليقاتكم واقتراحاتكم في خانه التعليقات او اي سؤال في خصوص هذا الفيديو اي او اي موضوع اخر، لما لا. ودابا بلا ما نطول عليكم البنات غنمشيو لطريقه التحضير وايضا المكونات. دونك اول مكون ستحتاجون اليه هو معجون الاسنان، اي نوع اي اختيار، ليس اجباري انكم تاخذوا هذا المعجون هذا اللي كتشاهدوا امامكم. انا فقط هنا جيت بهذا المعجون هذا باش نعطي يعني شنو الحاجه اللي عجبتني فيه وشنو الحاجه اللي ما عجبتنيش فيه فقط، لا اقل ولا اكثر. ما كنديش له دعايه لانه بزاف السيدات كيظنوا انه اي معجون او اي شيء قدمناه في القناه فهو دعايه، وهذا غلط. يعني كاين الاشياء اللي كنعطوا وجهه نظر ديالنا عليه، يعني واش زوين ولا ما زوينش فقط لا اقل ولا اكثر. وانا هنا ما كنجبرش السيدات انهم يشرو هذا المعجون اللي خديته انا. دونك اي معجون عندكم، اي معجون متوفر بلا ما نذكر الاسماء ممكن تاخذوه، ماشي بالضبط هذا كريست هذا اللي كنوريكم دابا هو اللي غادي تاخذوه. انا فقط وليت كنستعملو في هذه الفتره الاخيره، وبالنسبه للسيدات اللي غادي يسولوني عليه فهو زوين وكنصح به كل سيده بغات تاخذوه، اكيد ماشي اجباري انها تاخذوه. وفوالا البنات، دونك هنا ناخذ معجون الاسنان ديال كريست 3 دي وايت. ممكن تاخذوا اي معجون بدا ما نذكر لكم الاسماء. ايضا ثاني مكون ستحتاجون اليه هو بودرة النشا المعروفة اللي اكيد كتلقاوها باغتو. دونك فوالا، هنا غادي تاخذوا جوج معالق صغار او الاكبر ديال النشا، سواء يعني معلقة صغار او الاكبر كيف ما ذكرت. وايضا ستحتاجون الى ملعقتين صغيرتين من معجون الاسنان، اي نوع واي شكل واي شيء بغيتو. اكيد هما يعني المعجون كاين بثمن قليل وبثمن كثير، فممكن تاخذوا الثمن اللي يسل كل سيدة، ودائما الاختيار كيبقى لكم، يعني كل سيدة كترتاح المعجون معين فممكن تاخذو، ماشي بالضبط انها تاخذ اي معجون شافت في لا فيديو. دونك فوالا البنات، هادشي اللي غادي نحتاجو غير المعجون ديال الاسنان وجوج معالق صغار ديال النشا. وانا هنا غادي نخلط جميع المكونات ما بين المعجون ديال الاسنان ايضا النشا ورجع لكم، فبقوا معايا. وبعد ما خلط جميع المكونات صبحت عندي النتيجه اللي كتشاهدوا في الفيديو امامكم الان. دونك خلط جوج معالق صغار ديال النشا، ايضا جوج معالق صغار ديال المعجون ديالي اللي هو كريست 3 دي وايت. ممكن تاخذوا اي معجون اخر بدون ما نذكر لكم الاسماء كيف ما قلت لكم سابقا او في بدايه الفيديو. دونك فوالا، بعد ما تحصلوا على هذه النتيجه هذه غتطبقوا الماسك على اي بلاصه المراد ازاله الشعر منها، اي بلاصه بغيتوا تحيدوا منها الشعر وتنتفوا بصفه نهائيه ان شاء الله. دونك الوجه، العنق، اليدين، الساقين، الرجلين، اي بلاصه اي منطقه في الجسم ديالنا المراد ازاله الشعر منها، يعني انفا طبقوا هذا الماسك هذا على اي منطقه كيف ما قلت لكم. غادي تبداو تفركو، يعني تعملوا عمليه كيف ما قلت لكم ديال الفريك، اي تفركو البلاصه اللي بغيتو تحيدو منها الشعر بالعكس ديالها، يعني في عكس نمو الشعر ديالكم. دونك جيسبر انكم تفهموني شنو بغيت نقول لكم. ومن بعد تبداو تفركو ان شاء الله كل شعره غادي تبدا تحيد، ولكن غير بشويه عليكم البنات، يعني ما تحاولوش تحاولوا يعني تفركو بالضغط يعني على الجسم ديالكم مزيان، فحاولوا غير بشويه بشويه ان شاء الله غادي تحيد لكم الشعر. ما تحاولوش تضغطوا على الجسم ديالكم بواحد يعني بواحد العمليه
اللي هي تكون يعني تضركم، وخصوصا البنات اللي عندهم يعني جسم ديالكم اللي حساس شويه، فاكيد غادي تحسس لكم الجسم ديالكم. فنحاولوا اكيد غير بشويه علينا ان شاء الله ونوصلوا لاي شيء بغينا. دونك فوالا البنات، هذه هي الوصفه ديال اليوم، وصفه سهله مهله، ما مشيتش لكم شي مكونات اللي هما اكيد يكونوا واعرين عليكم وما تمشوش ليهم اكيد، واللي يجيكم صعب خصوصا في شهر رمضان المبارك السعيد. اكيد كنبغوا شي حاجه اللي تكون بسيطه خفيفه ظريفه علينا وتنال الاعجاب ديالنا يا ربي. واليوم جيتكم تحت طلباتكم العديده بهذه الوصفه هذه اللي كتكون فقط من معجون الاسنان، اي معجون بغيتو، وايضا النشا اللي ضروري يكون في هذه الوصفه هذه، جوج معالق صغار ديال النشا وجوج معالق صغار ديال معجون الاسنان، ان شاء الله تحيدوا بهم الشعر ديالكم. واكيد يجب المداومه على هذه الوصفه للحصول على احسن نتائج وافضلها كذلك. دونك جيسبر وصفه اليوم البنات تنال الاعجاب ديالكم، وانني نكون شرحت لكم طريقه الاستعمال، لانه بزاف السيدات سولوني على طريقه الاستعمال. ايضا اي سؤال واي اقتراح واي شيء او اي استفسار فخلوه لي في خانه التعليقات، وانا اكيد نجاوبكم ان شاء الله، ونكون راه الاشاره ديالكم، ونكون عند حسن الظن ديالكم وظن كل سيده وكل فتاه وكل اخت ان شاء الله يا ربي، لما لا. فما تنساوش كيف ما قلت لكم في بدايه الفيديو انكم تشتركوا في القناه بالضغط على زر الاشتراك الموجود تحت من القناه باللون الاحمر، ايضا ضغطوا على زر المجاور له، وايضا تعملوا لي لايك للفيديو كما تزيدوا تحفزوني على المزيد من العطاء والتقدم في القناه ديالي ان شاء الله من المستقبل. ونشوفكم ان شاء الله في البروشين فيديو. اي ما تنساوش انكم تتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام سناب شات وسيله الباج اوفيسيال فيسبوك، جميع الروابط في صندوق الوصف او في الديسكريبشن بوكس. نشوفكم ان شاء الله في الخوشين فيديو. والسلام عليكم.